سي حاتم المليكي عن حزب قلب تونس، نفس السؤال. حزب قلب تونس فما مجموعة من المقترحات القانونية، حكينا على شوية منها، وفما مقترحات أخرى تطرحها بإعادة النظر في القانون الأساسي الميزانية بإضافة بند تاع الميزانية الاجتماعية، تتعلق بما سمينا نحن بالدستور الاقتصادي اللي هو تجميع القوانين الكل تتعلق بالتجارة وبالفلاحة وبالأنشطة الاقتصادية وبالاستثمار المسائل المالية في مجلة واحد باش المستثمرين ينجموا يخدموا، عندهم قانون واضح ينجموا يخدموا عليه. تم مراجعات تهم العديد من القوانين في تونس، مجلة الجباية، مجلة الجباية المحلية، مجلة المحاسبة العمومية، قانون الصرف، فما برشا قوانين في تونس يجب مراجعتها باش نسهلوا على المواطنين انه يعيشوا في بيئة قانونية خير، هذا نتعهدوا به في قلب تونس. ولكن الأهم ما نجموش نغفلوا حاجة، أنه حزب قلب تونس اليوم يدخل معركة متاع الانتخابات التشريعية وهو يعرف أنه خصومه السياسيين اللي حطوا نبيل القروي في الحبس باش ينقصوا له الحظوظ متاعه في الرئاسية ونقصوا له شوية من الحظوظ، ولكن أنصفوه الشعب التونسي اللي حطوا نبيل في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. اليوم مش نخوضوا المعركة ضد نفس الخصوم ومش نخوضوها ونبيل في الحبس، وعمره ما جد علينا الرويق نتاعها باش نسيبوه، مش سيبوه، عمره ما تخلى المقنع هذاك. نعرفوا اللي خصومنا مشكلتهم التشريعيه ومشكلتهم الحكم. حزب قلب تونس باش يدخل السلطه وباش يدخل المعركه الانتخابيه التشريعيه ويدخلها ونبيل موجود في الحبس، ولكن اللي ضروا ضروا تونس. اليوم عاش النجم نعمل انتخابات رئاسيه، الدور الثاني انتخابات رئاسيه مش يبقى متعطل حتى يخرج نبيل من الحبس، وتونس مش تخوض المعركه التشريعيه مش ننتصروا فيها، وان شاء الله ننتصروا للديمقراطيه في تونس، واللي باش يخرج نبيل من الحبس مش يخرج الشعب التونسي نهار 6 اكتوبر. 6 اكتوبر موعد تاريخي كيما عاشور مصاروه، مش يعاود يولي تاريخ متاع عبور جديد، عبور تونس من مرحله لمرحله ننتصروا فيها على الناس اللي هدموا البلاد.